السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير ان شاء الله وباحسن الاحوال. اليوم غنتكلموا على كاميرا جديده. الكاميرا اللي غنتكلموا عليها اليوم مختلفه بزاف. نخليكم معنا تكتشفوا الشكل الخارجي ديالها ونرجع لكم. كتصور لينا بحساس كروم فريم كيحتوي على 24.2 ميجا بيكسل، حساسية الايزو من 100 حتى 16000 وقابلة للتوسيع حتى 25600. سرعة الغريق فيها ممتازة بزاف، كتصور لينا 1/8000 جزء من الثانية، كتعطينا 7 اطارات في الثانية. شيء ممتاز، الناس كيصوروا سبور كيبغوا حركة سريعة كيبغوا يشدوا اللقطة الحماسية اكثر، الكانون 80 دي كتوفر لكم هذه الميزة. الكانون 80 دي كتحتوي لينا على سيستم ديال الفوكس دول بيكسل اوتوفوكس، من احسن لي سيستم ديال الاوتوفوكس اللي كاينين حاليا. هذا السيستم كيعطينا 45 نقطة فوكس في هذه الكاميرا، وسريع بزاف بالنسبة لتصوير الأفلام. في الإضاءة المنخفضة سيستم ديال الأوتوفوكيس فيها واعر بزاف، الناس كيصوروا الفيديو 80 داي الفوكيس فيها واعر بزاف. بالنسبة للزوبجيكتيف اللي كيخدموا مع الكانون 80 داي، كيخدموا مع الـ EFS والـ EF، هذه حاجة مزيانة في الكاميرا ديال كروب فريم، كيخدموا حتى ليزوبجيكتيف ديال فول فريم. ليزوبجيكتيف ديالها موجودين بكثرة، ليزوبجيكتيف ديال الكانون عندنا في المغرب متوفرين بالدرجة الأولى، كتباعهم نيكون كتباعهم لسير الآخرين. هذو هما ليزوبجيكتيف اللي كاينين موجودين عندنا هنا في المغرب. ليزوبجيكتيف ديالها تلقى أي عبار بكل سهولة، كتصور لينا فيديو بفول اتش دي ب60 إطار في الثانية. سرعة الفوكس ديالها في الفيديو مزيانة. بالنسبة للشكل الخارجي ديالها كتوفر لينا الشاشة متحركة، كتوفر على منفذ للسماعات الخارجية، هذا شيء ممتاز طورته الكانون في السيري ديالها الاخرين. كتوفر السماعات الخارجية، مايك ديالها، منفذ للتوصيل مع الحاسوب، منفذ للتوصيل بجهاز خارجي للتحكم عن بعد، وكتوفر على واي فاي ان اف سي بلوتوث للتوصيل مع الاجهزه بكل سهوله. هذا الشيء كيسهل علينا بزاف ديال الحوايج. الكانون 80 دي اختيار مناسب للناس اللي بغاو ياخذوا كاميرا بثمن مزيان بين 8000 درهم و 9000 درهم، هذا ثمن ممتاز. كتوفر واحد الكاميرا ميزات جد ممتازه بواحد الثمن مناسب ديال 8000 درهم 9000 درهم على حسب العطاء الثمن ديالها في المغرب. طبعا ماشي مع هاد العدسه، هادي عدسه ديال 70-200 f2.8 ستابيليزي. هاد العدسه اللي خديتها مع هاد الكاميرا كتكون عندك واحد لا كاليتي في الصوره ممتازه جدا. الناس اللي كيعرفوا هاد لوبجيكتيف ديال 70-200 ستابيليزي راه من احسن لي زوبجيكتيف اللي كاينين في لي بورتري. الكانون 80 داك توفر على بالنسبه للبطاريه ال LCO6، بطاريه كتعطيك مده اكثر في التصوير في الفيديو ولا في الفوتو، كتعطيك تصوير اكثر. 80 داك حسنوا في الشكل ديالها الخارجي، مقاومه للظروف الجويه، الشاشه ديالها كتخدم حتى بالتاكتيل، هذه حاجه كتمكنك انك تقاد الريغلاج ديالها بكل سهوله. تحدد الاوتوفوكيس ديالها غير كليك وحده في الايكون ديالها تاخذ اوتوفوكيس صحيح. الكانون 80 داي كتعتبر من افضل الكاميرات، حققت مبيعات واسعه جدا في العالم. 80 داي مطلوبه في اي بلاصه مشيتي، لان المميزات اللي فيها واعرين بزاف مقارنه مع الثمن ديالها. ثقيله الصراحه الكاميرا، ثقيله خصوصا مع هذا لوبجيكتيف، ثقيله على 50 غرام ستوندار 1835، كاميرا خفيفه غير هذا لوبجيكتيف كتبان ثقيله. الناس اللي خصنا شويه الناس ديال السبور باش يقدروا يخدموا بهذا الماتريال اللي كاين فيها حاليا. السلام عليكم، كيكون الفيديو ديالنا سهل، وخليو لينا الاراء ديالكم في لي كومونتير الكاميرا اللي بغيتو نهضروا لكم عليها المره الجايه. والسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلام عليكم.